لو انت حد في اولى كليه ومحتاس فالفيديو دوت ليك. في البدايه كده يلا بينا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام 10 مرات ونكمل الفيديو بتاعنا. الحمد لله، يلا بقى نبدأ. ناس كتيرة جدا جدا في الجامعة، في أولى جامعة، سواء بقى في كلية طبية أو مش في كلية طبية، بتتكلم تقول لي اتكلم عن الجامعة شوية، إحنا في الجامعة تايهين ومش عارفين نذاكر علشان كل حاجة جديدة علينا ومش عارفين نتأقلم مع الحياة في الجامعة، ولسه الناس امتحنت موديول أو اتنين كمان والناس برضو لسه مش متعودة على الامتحانات وكده. بس عايز أنبه على حاجة قبل ما نتكلم في أي نقطة، في الحاجات اللي هنقولها النهاردة. أنت في الجامعة ما تتعودش على الامتحانات اللي كنت بتمتحنها في ثانوية عامة. يعني انت في ثانوية عامة لما كنت بتنقص في الامتحان درجتين كنت بتزعل بقى وتخرب الدنيا، ده انا نقصت درجتين بقى وزعلت وامتحان الدرس احبطني وبتاع. في الجامعة هتنقص بالعشرة وبالعشرين وبيس عادي جدا وبكل برود وبكل تناحة هتاخدها ومية مية، مفيش اي حاجة، تمام؟ فعادي ده اللي بيحصل مع الناس كلها. بس ان شاء الله يعني في الفاينل كده بتلاقي الدنيا لمت بعضها، عشان دايما الفاينل بيبقى اسهل من الاندي مديول يعني في الكليات الطبيه او الميد ترم في اي كليه تانية، الله اعلم يعني. بس عندنا في الكليات الطبيه الفاينل بيبقى اسهل من الاندي مديول، فبتلاقي الدنيا بتشيل بعضها، تمام؟ طيب النهارده بقى ان شاء الله هقول لكم على حاجات تساعدكم ان شاء الله في اولى جامعه علشان تعرف تمشي حالك في الكليه وتعرف ازاي تتعامل مع الامتحانات وتعرف ازاي تذاكر في الجامعه بطريقه الى حد ما كويسه يعني. اول حاجه عايز اكلمكم عليها وهي الورق الابيض دوت والتفريغ ورا الدكاتره. يعني في ناس كتير جدا جدا من اللي في الجامعه، يعني مش كل الناس ولكن معظم الناس بتسمع ريكوردات ومحاضرات على النت. انا واحد من الناس اللي بسمع ريكوردات ومحاضرات كتيره جدا جدا، وكمان في كورسات باخدها بدفع لها فلوس بسمعها على النت. فدايما وانا بسمع ريكوردات او كورسات يعني او فيديوهات حتى، دايما بجيب ورق من ده كده واقعد ارسم واقعد اعمل زي اللي الدكتور بيعمله بالظبط في الورق. لو رسم رسمه برسمها، لو كتب حاجه بكتبها، لو مثلا في سكيما بعملها، لو مثلا كاتب حاجه ملونه بكتبها ملونه برضو، بهندس انا مع نفسي كده في الورق دي، اللي هو خلص الورق كده احس ان انا مهندس مش دكتور. فالورق ده مهم جدا جدا في تفريغ المحاضرات والريكوردات، لما تكون انت اللي كاتب الحاجه وانت اللي منظمها وانت اللي عاملها احسن بكتير جدا 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 من انك تجيب مذكره مكتوبه جاهزه ودكتور كاتبها. لا، انت اللي كاتب الحاجه، انت اللي منظمها، انت اللي عارفها، فبالتالي انت احسن حد هتعرف تقراها وتتعامل معاها، تمام؟ فحاول وانت بتسمع الريكوردات او المحاضرات تفرغ في ورق زي ده، تمام؟ تاني حاجة عايز اكلمكم عليها وهي التوتوريال اللي في الكلية. مش عارف بصراحة التوتوريال موجود عند كلية تانية ولا لا، ولكن احنا عندنا مثلا في طب بشري التوتوريال موجود عادي جدا. التوتوريال عندنا حاجة اساسية، يعني كل اسبوع بتلاقي مثلا توتوريال او اتنين في كل مادة. والتوتوريال للناس اللي متعرفش يعني ايه توتوريال، هو كده حاجة شبه سيكشن، تمام؟ في المكان اللي تاخد فيه السيكشن، ولكن بدل ما الدكتورة هي اللي تشرح، حد منكو انت او زمايلك اللي بيشرح، يعني حد فيكم بيحضر الموضوع ويطلع هو يشرحه لزمايله، ده التوتوريال، تمام؟ فايه فايدته؟ او انت بتقول ليه توتوريال في الوقت دوت؟ او ليه بتقول انا خلي بالكم من التوتوريال؟ بقول لك خلي بالك من التوتوريال علشان الحاجه اللي انت بتحضرها وتشرحها عمرك ما هتنساها، عمرك لو نسيتها كده بيبقى حاجه نادره جدا، ولو جيت راجع عليها بتلاقيها سهله قوي قوي بالنسبه لك. تخيل كده يا باشا، انت اللي محضر الكلام وانت اللي سامعه على النت وانت اللي كاتبه وانت اللي مسكمه وانت اللي وقفت شرحته للناس، عمرك هتنساه؟ نادر قوي، ممكن تنساها بعد كتير جدا جدا، ولكن احلى معلومه هتثبت في دماغك هي معلومه التوتوريال. فخلي بالك من التوتوريال واحرص دايما انك تكون انت اللي بتشرح وانت اللي بتحضر وانت اللي بتطلع تفهم الناس وانت اللي بتحضر المحاضرات يعني او مواضيع التوتوريال قبل ما تاخدها. فدي حاجه كويسه جدا جدا، فخلي بالك من التوتوريال واحرص دايما انك تشرح في التوتوريال، تمام؟ اهتموا بالتوتوريال. الدكاتره الصغيرين في الكليه، دكاترة السكاشن أو الدكاترة الصغيرين دول أنا بسميهم كده كنوز الكلية، الكنز بتاع الكلية. يعني الدكتور اللي بيشرح لك في السكشن ده هو أحسن، أنا بعتبره أحسن دكتور في الكلية، أحسن من أحسن دكتور بيشرح محاضرات. ليه؟ الدكتور الصغير دايما بيبقى حريص إن هو يعمل لنفسه شعبية وحب والناس تحبه، تمام؟ وبرضه بيبقى لسه متخرج جديد وبتاع وعنده حماس كده انه يشرح للناس وبيحب الناس كده وبيحسسك ان انت اخو صغير، او الدكتوره بتحسسك ان انت اخو صغير يعني، وكمان بيبقى قريب من سنك يعني تفكيره مقارب لتفكيرك، لما تيجي تكلمه تلاقي نفسك كده بترتاح وانت بتكلمه، ممكن يهزر معاك مثلا يقلش معاك بتاع. فالدكتور الصغير هو حاجه كويسه جدا في الكليه. دكتور السكشن لازم تستفيد جدا جدا من دكاتره السكشن، الدكاتره الصغيرين هو احسن من الدكتور الكبير. ليه؟ الدكتور الكبير انت حتى لو رحت سالته تبقى متحفز في الكلام معاه، اللي هو مش يعني ممكن اقول
الكلمه دي تزعله، لا ده انا اشيل الكلمه دي، لا ده مش عارف ايه. اما الدكتور الصغير بتاخد راحتك معاه وعادي جدا جدا، وبيشرح لك وبيفهمك احسن من الدكتور الكبير كمان، تمام؟ فدكاتره السكاشن استغلوهم احسن استغلال. لو انت مش فاهم اي حاجه شوف دكتور السكشن فين والزق فيه. طيب انا بعمل كده كتير؟ انا مش بعمل كده كتير صراحه، ولكن في ناس زمايلي لازقين معاهم، لازقين حرفيا معاهم، ودي حاجه كويسه جدا ان شاء الله هحرص عليها في الفتره الجايه. فدكاتره السكاشن او الدكاتره اللي لسه صغيرين دول هيفيدوكوا جدا جدا، لو اي حاجه اي حاجه مش فاهمها روح لهم وان شاء الله هيساعدوكوا يعني. طيب الحاجه اللي بعد كده جات لي كفكره وانا قاعد بذاكر اناتومي. قاعد بذاكر اناتومي عادي جدا، فانا باخد الارترز الاورده الشرايين سوري. فالكتاب رسوماته معقده، يعني كتاب الكليه طبعا رسوماته معقده ورخمه. فاكرين كده كتاب المدرسه بتاع الاحياء بتاع ثالثه ثانوي اللي هو رسوماته مبكسله ومعقده ومعفنه كده؟ هو كتاب الكليه كده بالظبط. فانا دايما وانا بذاكر اناتومي بروح لجوجل، تمام، واكتب على جوجل مثلا ريديال ارتري النر ارتري، اي حاجه انا بذاكرها الدياجرام بتاعه او البرانشات بتاعته، تمام. فجوجل بيجيب لي رسومات كتيره جدا جدا جدا، اكتر من 1000 رسمه، تمام. بنقي احسن واحده واقعد كده اعيش مع الرسمه واتخيل في الرسمه وامشي مع البرانشات. وانت بتذاكر لما تبص على الرسمه وتقرا الكلام بيبقى اسهل بكتير جدا جدا، وبيبقى سهل تتذكره بسهوله قوي لانك فاكر الرسمه وفاكر الكلام. اما مذاكره الكلام بس دي حاجه مش احسن حاجه يعني، او هتنساها بسرعه جدا وهتحفظها برده ببطء جدا جدا لانك مش متخيل اللي انت بتقراه، تمام. وانت بتذاكر اناتومي لو انت في كليه طبيه استعين بجوجل، استعين بجوجل، مهم جدا 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 في الاناتومي، هيفرق معاك تقريبا ضعف الوقت، ضعف الوقت حرفيا. الرسمه اول ما تتخيلها هتبقى سهله جدا بالنسبه لك، انت خلاص كده خدت صوره للرسمه في دماغك، فبالتالي وانت بتقرا الكلام انت بتفسر على الصوره، ده مثلا البرانش ده كان فوق، البرانش ده كان تحت، البرانش ده رايح كده لافف، ده مش عارف كان لاترال، ده جوه، كده يعني، تمام؟ فاستعين بجوجل، شوف الرسومات، تمام؟ وكمان حاجه، كمان حاجه، في ناس على يوتيوب جامده جدا جدا ما شاء الله يعني، ممكن اسيب لكم اللينك بتاع الشانل بتاعتهم في الديسكربشن تحت الفيديو او في الكومنت يعني تحت الفيديو. انا شفت واحد امبارح والله وانا قاعد بذاكر اناتومي على يوتيوب بيرسم وبيشرح بايديه الاثنين، يعني سبحان ايه ده، انا استغربت جدا يعني، ايديه الاثنين ماسك بكل ايد قلم، ودي بترسم ودي بترسم ودي بتكتب ودي بتكتب، سبحان الله ايه ده، ناس عظيمه وبيرسموا رسومات احسن من احسن كتاب وحاجه عظمه، وبايده يعني مش بقاله ولا حاجه، تمام. فوانت بتذاكر اناتومي، تمام، او اي ماده بسرعه عامه يعني عايز افهم شويه، او امبريولوجي مثلا، امبريولوجي واناتومي ولكن فرع منه، فاي حاجه عايز افهم مثلا هات جوجل، هات رسومات، هات فيديوهات توضيحيه على يوتيوب، تمام. حد مره قال لي برضو ان الدكاتره في الكليه عندهم بتوع السكاشن مش بيشرحوا يعني، او عادي يعني ما بيشرحوش، او مش زي ما انت بتقول ان هم حلوين قوي كده وبتاع، والدكاتره الصغيرين عندنا رخمين ما بيحبوش الناس ما بيشرحوا لهم شيء، ممكن يحصل عادي جدا وارد يعني. طيب تعمل ايه؟ في كل كليه في النظام الجديد يعني اللي هو الساعات المعتمده في حاجه اسمها الساعات المكتبيه. يعني ايه الساعات المكتبيه؟ الساعات المكتبيه دي بيبقى لكل دكتور في القسم ليه مثلا 3 او 4 ساعات مكتبيه في الاسبوع. يعني ايه؟ يعني الدكتور ده بيبقى قاعد في مكتبه الوقت دوت للطلبه فقط، الوقت ده مخصص انك تروح تساله فيه مش اكتر من كده، وانه يشرح لك مش اكتر، تمام. فالساعات المكتبيه دي اسال عليها اي دكتور، شوف الساعات المكتبيه بتاعته امتى، شوف احسن دكتور بيشرح في المحاضرات فين، تمام، او هو مين، وروح له في الساعات المكتبيه بتاعته، ان شاء الله هتستفيد جدا جدا من الموضوع ده، فاستغلوا الساعات المكتبيه. وبس كده، ده اللي كنا عايزينه النهارده. نتمنى يا رب الناس اللي في اولى كليه اللي مسحوله مثلا تستفيد من الفيديو دوت، ولو الفيديو فايدك كده ما تنساناش بالدعوات ان شاء الله، ويا رب كلنا ان شاء الله نجيب امتياز، فدعواتكم لينا. ودايما عايز انبه عليك برضو في اخر الفيديو انك ما تقلقش خالص من الامتحانات اللي في الكليه خالص، هتنقص بال20 وبال30 وبال50 درجه وهتجيب مقبول في الاول، بس قشطه جدا، مع الوقت ان شاء الله الموضوع هيتحسن معاك وهيبقى احسن في هيبقى احسن في المستقبل يعني. مش هقول لك بقى امتياز بقى واوائل وبتاع، ولكن لا يعني انا اعتقد والله اعلم ان مش كل الناس يعني قدراتها انها توصل بقى لاوائل دفعه وبتاع، في ناس كده انتوا فاهمين بقى، ففي الاول كده هتلاقي الدنيا وحشه، امتحانات معفنه، درجات وحشه جدا، ولكن ان شاء الله مع الوقت باذن الله هتظبط والجو هيحلى والدنيا هتبقى حلوه باذن الله. وبس كده، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. انا بحبكم في الله، السلام عليكم.